صباحنا لليوم وصلنا لمساحتنا الطبية اللي رح نضوي فيها عن استخدامات البوتوكس للعين. اليوم هيك مجالنا أوسع، كنا دائما احنا متعودين نحكي عن التجميل للبوتوكس، اليوم رح نحكي عن موضوع طبي علاجي. صحيح رشا، دائما متعودين مثل ما ذكرتي نحكي عن البوتوكس من الناحية التجميلية بالوجه، وين ممكن نحن نحقنا وشو السلبيات والإيجابيات. اليوم رح نحكي من الناحية العينية، شو هي الاستطبابات العينية وغير العينية وشو الفرق بيناتها. كل هاي التفاصيل أكيد رح نحكيها اليوم مع ضيفتنا الدكتورة بثينة بدر الدين الشيخ، اختصاصية بأمراض العين وجراحتها. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. دائما وقت نقول بوتوكس فنحن منروح للأمور التجميلية للشد وجمال الوجه، ولكن اليوم نحن عم نضوي عن الجوانب الصحية العلاجية، خلينا نضوي عليها بشكل أوسع. تمام. هلا هو البوتوكس هو مادة، بس يسمع الواحد أو مفهوم العام لدى الغالبية إنه هي مادة سامة. هي فعلاً مادة سامة، هي زيفان لجراثيم بتوقف عمل العضلات. هذا العمل الأساسي للبوتوكس. يعني أنا بقولون ياها، بشبه لون ياها إنه إذا الجهاز كهرباء عندك واصل له فيش كهرباء، الفيش الكهرباء هو العصب والجهاز هي العضلة. وقت ما بنحط مادة البوتوكس بنكون عملنا حاجز بين الأمر العصبي والفعل العضلي. هذا المادة بوجودها مؤقت، فلهيك البوتوكس مؤقت، بيقعد فترة من الزمن لتروح هاي المادة تستهلك بهذا المكان الوصل العصبي العضلي، وبترجع العضلة بتشتغل لأنه بيرجع إلى الأمر العضلي، الأمر العصبي لهي العضلة. هي آلية عمل البوتوكس بشكل عام. هلأ البوتوكس أول من وجد هو من وجد التجميل، هن استخدموه بعدين للتجميل. اللي وجد هو البوتوكس للأمور الطبية، يعني في مرض ورخص يعني ب 79 تقريبا بمرض عيني لعلاج مرض عيني اسمه تشنج الأشفان الأساسي. تشنج الأشفان الأساسي بيعانوا منه المرضى كتير، فوجدوا انه قد ما عم يحقنوا بوتوكس بالعضلة الدويرية العينية عم تخف الأعراض تبع المرض والمريض عم يرتاح، ومنهم أخذوا الـ FDA أبروف وانطلقوا باستخدامات البوتوكس، وبعدين راحوا بقى على الاستطبابات التجميلية اللي له. هلا الاستطبابات التجميلية كتير معروفة، انه التجاعيد الموجودة بالوجه اللي حول العين اللي بالجبهة هيك. هلا نحن اللي بنحكي انه الشغلات العينية اللي ممكن نستخدمها. هلا ممكن استخدم البوتوكس انا بعلاج الحول، ممكن استخدمه بعلاج الرقرقة. الرقرقة انه العين عم تهز هيك بمكانها، ما بعرف اذا رشفة يعني قصدك؟ مو رشفة، العين عم تروح وتجي بمكانها هيك بسرعة، بتلاقيها عند بعض الاطفال او بعض العالم عيونهم عم يتحركوا بشكل افقي هيك مثل البؤبؤ. تمام، البؤبؤ عم يروح ويجي بشكل هذا، هي اسمها رقرقة. اذا بعالج الحول، بعالج رقرقة، بعالج اذا دماء مرضى عندهم دماء او بالعكس عندهم جفاف دمع هيك وهيك، يعني كل وحده لها طريقه. ممكن عالج تشنج الأشفان الأساسي اللي هو المرض الأساسي اللي عم نحكي عنه كان بالبوتوكس. ممكن إذا كان جفن، في عنا مرضى فرط نشاط الدرق بيصير عندهم عدم تناظر، بيصير جحوز بالعين والجفن بيرجع لورا، لبين نقدر نعمل لهم شيء جراحي لازم يستقر الوضع. لوقتها مو معقول يضل واحد هيك في عنده عين كبيرة وعين صغيرة، فممكن نستخدم البوتوكس كعلاج إنه ننزل الجفن شوي. ممكن إذا كان في عنا قرحات تعرضية بالعين ممكن نستخدم إلى كمان البوتوكس. ممكن إذا كان في عنا أطفال في حالات بيكون الجفن تبعهم قالب لجوا، فالرموش كلها عم تدق بالعين، وبيبي صغير يعني عمره أشهر، فهذا أنه مشان ما تعرضيه للجراحة وأنه إسا بالمستقبل حيرجع جفنه يزبط، وهذا ممكن إبرة صغيرة من البوتوكس تحليلي مشكلة هذا، من له شتر داخلي للجفن فبينحل وبيرجع الجفن طبيعي. هاي الاستطبابات بشكل عام الكبيرة، بتحبوا نتوسع فينا نتوسع فيها قد ما بيكون. يعني مثلا أنا الحول كمان نفس المبدأ، عندي طفل صغير يعني عمره بالست شهور، عم نحكي حاله على الأرض الواقع، ايه حول عمره طفل صغير عمره ست شهور، الحول عنده أنسي يعني عيونه هيك مع بعضهم فايتين، فهذا الطفل بده جراحة. هلأ تعالي قلو، لأنه إذا ما عمل له جراحة بهالعمر حي يعني يخسر شيء اسمه تجسيم لو عملتي له إياها بعمر متأخر. تيجي بتلاقي أنه الطفل صغير، الأهل خايفين، هو مانك قدران تاخذ الزاوية صح، صعب الفحص لهالقصة، فممكن نعمل حقنة بسيطة بالعضلات حتى انه هي ما بدها جراحه، بس بالمشفى انه تخدير شوي على العضله، بنحقن عدد وحدات معين بهي العضله فتلاقي الحول راح. ثاني يوم ثالث يوم ما ضل في حول، حقا مؤقت الفعل انه احنا بعد ست شهور ممكن نرجع نضطر، بس بنكون قطعنا هي الفتره الصعبه. ممكن حول ناتج عن شلل
مثلا صابه للمريض حادث انشل عصب من الاعصاب العين صار فيها حول، فانا كيف بدي اعالج انه اعمل له جراحه؟ صعب اول فتره، دائما اول فتره ما بنتداخل ليستقر الوضع ونشوف الوضع النهائي. فهي الفتره الاولى الصعبه على المريض بحل الموضوع البوتوكس، بتعطي ابره بوتوكس بالعضله اللي هي فيها فرط نشاط، فبتوازن اللي بتكون مقابله للعضله المشلوله، فبتوازن الموضوع بيروح الحول، وهذا بيريحه للمريض من 3 إلى 6 أشهر. هي الفتره اللي بنستناها بالعاده لنقرر اذا نتداخل جراحه او لا. تمام، حكينا مع حضرتك بشكل موسع عن الاستطبابات العينيه اليوم لاستخدامات البوتوكس، رح ننتقل للاستطبابات التجميليه. من المشاكل بيعانوا منها كثير من السيدات هي الخطوط الرفيعه تحت العين، قديش ممكن البوتوكس يساعد بالتخفيف من هاي الحاله؟ تمام، هلا انا السؤال كثير بنساله انه هلا هاي التجعيد الفرجوني مثلا، بتجي وحده انه انا بسلي بوتوكس ان هذا بيروح التجعيد اللي بالوجه، بس بحب انه يعني يفهموا شغله، مثل ما شرحتها هي الفيش اللي واصل للعضله، فهي بوقف حركه، فاذا التجعيده ناجمه عن حركه، يعني انا عم بتحرك، عم بحرك وجهي، عم برفع حواجبي، عم بضحك، اذا طلعت التجعيده وقت ما عم بحرك، هي بيروحها البوتوكس شو ما كانت. يعني اذا التجعيده ايا كانت باي مكان ناجمه عن حركه او من الحركه، فهي بتروح على البوتوكس لانه انا وقفت الحركه. اما التجعيده اللي هي دائمه موجوده، سواء تضحك ولا ما تضحك، تحرك ولا ما تحرك، عبر ولا ما عبر، فهي تجعيده ما بيروح على البوتوكس حسب آلية عمله، حسب المدة الزمنية لحدوثها كمان. يعني بيقول طبيا كل ما كانت اغم او اقدم بيكون البوتوكس عمله اصعب شوي. لا هي ما رسمي صارت بروفايل، لا ولا بروفايل، هي عبارة عن انه الكولاجين بهاي المنطقة، يعني صار في عندي تحت الجلد، انت شايف الجلد، بس في تحته طبقة راحت من الكولاجين والإلاستين، صارت من خلص من سيستم الوجه، صارت تمام، صارت جورة، صار هاي بدها شيء تاني مختلف عن البوتوكس لتروح. البوتوكس بيروح اذا هاي التجعيدة ناجمة عن حركة العضلة، انحفرت هالتجعيده، نحن وقفنا العضله ما عاد ترجع تتشكل هي التجعيده. هي بالنسبه لاستطبابها، فانه التجاعيد الحركيه هي بروحها البوتوكس، دواء لها بشكل كامل. تمام، اللي قصته هي التجعيده بتصير ناعمه كثير، بتطلع تحت الجفن السفلي، يمكن هي كثير من الصبايا بيعانوا منها. هلا هي التجاعيد ناعمه كثير كثير، ما مو بوتوكس اللي بحلها، مع انه هي تجاعيد ممكن تكون على الحركه. اساسا حقن البوتوكس تحت العين بيكون سطح هنا وكمية كتير قليلة، لأنه كتير بيأثر على الجفن، بيأثر بالحول بالعين إذا انعطت غلط، ممكن يعمل دمعة وممكن يعمل بالعكس إنه شو البديل اليوم؟ الفيلار تحت العين، ممكن نعمل تحت العين فيلار، وفي شيء اسمه فراكشنال. الفراكشنال له فيلار وله بوتوكس. فراكشنال جهاز ليزر سطحي، مثل كيف اذا واحد عم يحس الكولاجين بنشط المنطقه كلها، وقت ما بتنشط الكولاجين الداخلي بتشد المنطقه فبتروح. فالفراكشنال سي او 2 هو احسن شيء للتجاعيد. طيب كم جلسه اليوم الصبيه بحاجه لحتى تاخذ نتيجه؟ ودائما بيقول لك انه قد ما عملتي جلسات بيبقى يعني الزمن له حقه، العمر له حقه، ومثل ما قلنا يعني قد ايه لها موجوده على وجهك كمان تلعب هي القصه دور. فاليوم خلينا بس نحكي انه كم جلسه نحن بحاجه، ونرجع شوي للفينير، لانه كثير شفنا حالات سلبيه كانت بحقن الفينير تحت الفيلر تحت العين. اي هلا الفكره الاساسيه بالفراكشنال بتختلف من حسب التجاعيد وكميتها والعمر والتعب الجلد والهي. هلا الفراكشنال بفيد الصبايا اكثر من الكبار من العمر، مع انه يعني هي الفكره غريبه، يعني الاعمار الصغيره اللي عندهم كولاجين لسه بيتحرض، فالفراكشنال بيحرض الكولاجين بشكل كثير منيح. الكبير بالعمر صار عنده يعني المنطقه ما فيها هالانتاج الكثير منيح تحت الجلد، فما بيعطيها النتيجه الحلوه. هلا الفراكشنال المتعارف عليه هو هدول اخصائيين جلديين بيشتغلون، بس انه هي قريبين كثير على منطقتنا، فصاير تداخل بين العين والجلد، العينيه والجلديه بهالمنطقه. ممكن ينعمل بحدود 3 جلسات، بين جلسه وجلسه تقريبا شهر. والشغله الاساسيه انه لازم تكون ما في شمس، لانه شمس ضد الفراكشن، تقشير، يعني تقشري طبقه سطحيه من الجلد، فهاي الطبقه اذا في اشعه شمس كثير قويه او هذا ممكن يعمل تصبغات بهي المنطقه، وهي مكروهه كمان بهالموضوع. فالفراكشنال هسه امن من اي شيء ثاني تحت العين، بس كمان بدهم هي المراكز لازم ينتبهوا لها، انه مو انه مثلا بس غمضت عينها خلص انتهى التاثير تبعه، المفروض يحطوا واقيات للعين، تمام، لانه في حالات اندرست انه بياثر هذا الفراكشنال على السطح، مع انه سطحي مؤثر على عصب العين وعلى الشبكيه.
خلينا نحكي اكثر عن طريقه الحقن اليوم للبوتوكس، خصوصا بالاستطبابات العينيه. يعني نحن لما الحاله العاديه التجميليه بنعرف هو بينحقن بالعضله باماكن معينه، ولكن بالاستطبابات الثانيه وين بيتم الحقن؟ يعني هلا بالحول مثلا بحقن بالعضله اللي فيها حول، اللي هي سبب الحول، بدل ما اعمل لها جراحه عم بحقن بالعضله. هلا اللي عندهم مثلا دماع، عينه عم تدمع 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 وبده جراحة وما قادرة، مثلا مريض كبير بالعمر ما عمل له جراحة ومو كتير ظابطة، ما بتخدر المريض، فممكن اجي احقن بالغدة الدمعية، الغدة المسؤولة عن افراز الدمع، حقن البوتوكس فيها عم يؤدي الى انه بينقص افرازها من الدمع، وبالتالي ما بيعود المريض عينه عم تطف وتدمع وقاعد عم يمسح فيها بالمحرمة. فهي احد الاستطبابات الحلوة انه نحن عم نحقن بالغدة الدمعية. ممكن بالعكس مريض عنده جفاف شديد بالعين وكل ساعة عم يحط قطرة وعم يستخدم علاجاته وما عم يمشي الحال، ممكن نحن بالعكس نحقن تحت النقطة الدمعية، فهون تحت سطحي كتير، تحت النقطة الدمعية بتوقف العضلة اللي هي مضخة المضخة، يعني ما بتعود تخلي العين تصرف، فالدمع اللي عم ينفرز بصير يكفي. هي بعكس بعضهم. يعني مثلا قلت لكم مريض اللي عنده فرط نشاط درق وهيك عينه جاحظة، بيجي هو نحن بيخاف وقت ما بيحقنوا البوتوكس انه ينزل الجفن، انه من احد الاختلاطات الشائعه انه حقن بوتوكسي ينزل جفنه للمريض او نزل جفنه للمريضه، انه انحقن بمنطقه غلط فالعضله تبع رافعه الجفن بتنزل. هي بالعكس نحن بندور كيف بدنا ننزل الجفن، بدنا نحقن بالعضله رافعه الجفن، فبنحقن بالمنطقه اللي ما بنحقنوا فيها بالعاده مشان ينزل الجفن شوي ويصير التوازن بين العينتين او تتغطى العين ما تضلها مكشوفه. يعني بالرقرقة بحقن بالعضلات الأربعة، عضلات العين، بكل عين في عضلتين أنسية ووحشية، بحقن بالعضلات الأربعة بنفس الجلسة. فهي الاهتزاز تبع البؤبؤ، الالتهاب المعروف هي الحالة، الاهتزاز بؤبؤ أو رقرقة أو لقلقة كرمال لكن نركز وين تمام. فهي بحقن بالعضلات الأربعة بتوقف هاي الحركة، ما بتعود موجودة، بتصير الإنسان بدون ما يطلع فيكي بدون هاي الحركة الموجودة. الحقن هو بالعضلة بشكل أساسي، بس إنه المنطقة صارت مختلفة عن الحقن العادي. الحقن العادي المتعارف عليه إنه هون بين الحاجبين بالجبهة وحوالين العين. هلا إذا كتير بدك تزيدي ممكن تحطي تحت العين، بس بدها تكون سطحية كتير وبكمية كتير قليلة عشان تخففي شوية التجاعيد بتخفيها. نحن بالإجراءات التجميلية بنتعود إنه يكون في جلسة روتوش بالنسبة للاستطبابات العينية، كمان في موضوع جلسة تانية أو روتوش عم بيكون؟ هلأ نحن منحط الحد الأعلى اللي ممكن نحطه. يعني أنا وقت ما مثلاً بيجي بشتغل على حول أنا بعرف أنه هاي العضلة قوية فهي بتحتاج خمس وحدات، فأنا بعطيها خمس وحدات. في بتشنج الأشفان الأساسي هذا المرض ممكن نحن نزيد الوحدات فيه. يعني أنا أول ما حقنت أول مرة كانت تستجيب معي العضلات بهالحقن، المرة الثانية ما بتعود تستجيب بهالحقن، بدك كمية أكبر، فهي ممكن نزيدها، بس مو رتوش، هي تراكمية. هلا بتسأل كثير إنه يعني إنه إمتى بدنا نضل نحقن؟ هلا حسب الاستطباب، إنه مثلا هلا التجميلي لا، هو الفكرة إنه البوتوكس له فعالية دائمة. بعدين كيف؟ إنه بس تتعود العضلة إنه ما هتتقلص، المستقبلات تبع اللي بتستقبل انه لازم تتقلص بتقل من على سطحها، فبتلاحظ انه اللي بيداوم الحقن تبع البوتوكس التجميلي بلاحظ بعد فتره انه ما عاد يعني كان اول فتره عم يحقن كل اربع اشهر كل ست اشهر، بعدين صار ست اشهر، بعدين كل سنه، بلاحظ بعدين انه ما عاد فك البوتوكس. صحيح. ليش؟ لانه تعودت العضله ما عاد تشتغل مثل قبل، فبصيبها هيك نوع من الكسل وبخف المستقبلات لها وبخف الفعاليه تبعيتها. فهي يعني بخف شغلها، هي ايجابيه. دائما صراحه الصبايا بيخافوا من هاي النقطه انه انا بس بطل حقن حيرجع وجهي للاشياء السلبيه. وكثير من الاطباء، واليوم حضرتك لا اثبتوا انه دائما هي مرحله علاجيه، او خلينا نقول بتاخر، يعني قال بتاخر كثير انه يعني يصير بين الشيخوخه على الجلد. طيب خلينا نرجع بس شوي للفيلر. اليوم الفيلر هل نحن قادرين ندخله علاجيا بموضوع اي حاله عينيه عندنا؟ نفس الحالات اللي ذكرناها. الفيلر مثلا تحت العين، في عنا انه هذا السواد تحت العين، نحن هي هي تجميليا نقول، ما عم تحكي انه هي السواد تحت العين علاجه فيلر. التجاعيد الناعمه فراكشنال ممكن فيلر ناعم. هلا في عندي شغلات ثانيه انا ممكن ادخل فيها الفيلر،
احيانا بيكون في عنا مثل العين غايره لجوا، بتلاقي هيك العين كانها وبتكون مو متناظره بالجهتين. هي بس بدها كثير حرفيه ومهاره، لانه بدك تحقني ماده بمنطقه كلها اوعيه وهذا، ف يعني انه وكميه قليله لتوازني بين العينتين وتخلي المنظر هذا الغايره فيها العين ترجع نظاميه. طيب ما بتخافي اليوم او الصبيه، يعني ما في حالات كان انه صار في خلينا نقول تكتلات من الفيلر تحت العين؟ قد ايه دقه القصه كونه نحن عم نحكي عن منطقه جدا حساسة وجدا رقيقه، يعني ما بتتحمل هذا الكميه الكبيره او القساوه بالحقن؟ هلا هي نوعيه الفيلر لها دور، هي انا بحاول كثير اقنع المريض انه انت بتشوف حق فرق بالسعر، بس كمان فرق السعر في فرق بالنوعيه. نعم. فالنوعيه الكويسه بتعمل شغل احسن. شغله ثانيه، مكان الحقن الضابط كثير بياثر بقصه التكتلات، يعني اذا انا بحقن بالمنطقه بالطبقه اللي لازم تنحقن فيها ما بتطلع تكتلات. شو هي الطبقه؟ الطبقه مو جلد وتحت الجلد، اغمق فوق العضلات، فهي المنطقه اذا انا حقنت فيها اوكي ما في تكتلات، بس اذا انا طلعت لفوق شوي كنت سطحيه حتجمع وتعملي هالتكتلات. وهي اول ثاني نقطه. والنقطه الاهم كمان انه نوع الفيلر، في فيلر بيكون فعلا مادته منيحه بتكون عم تحقني في سلاسه بالحقن، عم يفرش، وفي في انه ما عم يفرش، فهي القصص بتختلف بقى. في مواد ثانيه غير الفيلر، في شيء اسمه بروستالين، هو حمض امينيه وليبيديه بتنحقن كمان بتحت العين، هي اذا انه بهمنا جماليا يعني انه هاي المنطقه بشكل خاص، هدول ما بيكتلوا ابدا ابدا ابدا، وفعاليتهم بتقعد فتره طويله وبيروحوا التجاعيد تحت العين، يعني هن صايرين لا فيلر ولا انه سائل، يعني بيناتهم نص نص، وقاليتهم مختلفة. في كتير دائما بالتجميل بتلاقي في شيء جديد دائما جديد. حتى في بعض بيحقن شحوم تحت العين. اي وهي حقن الشحوم نفس مبدأ الفيلر. هلا هنا بس الفكرة الأساسية انه بقولوا من جسمك وما هذا، هي المبدأ واحد، حتاخدي هي المادة شو ما كانت من جسمك من برا لا بتكلف هي سعر كثير اقل يعني لا بس هو جراحة. بس هي ما بتحسي انه طبيعي افضل يعني لا. كمان اذا بخاطر ونض يعني حدوب كمان انت رد جراحي، انتم تطليع الشحوم هي بعمليه جراحيه صحيح. تقريبا فكمان هي انت عرضتي حالك لتخدير وجراحه مشان طالع هالشحوم، بعدين يحاولوا ينعموهم بعدين حقنهم بالماده، انه انه بتستاهل مشوار طويل يعني لسه ما يعني انا ما بعرف حسيتها انه نفس الفعاليه ونفس الفائده، ما لقيت هالفرق الفظيع. بنلاقي كثير صبايا بيعانوا من اعراض جانبيه نتيجه الحقن بالبوتوكس، واحيانا بتوصل لحساسيه، احيانا حاله تشوه. هلا ممكن بيقولوا لك بيروح دائما على البوتوكس، احلى شيء فيه انه بيروح بس بتضل مثلا لمده 10 ايام او اسبوع هي عيونها منفخين في احمرار. هي بحالة تجميلية، بالحالة الغير تجميلية كمان بيكون ممكن يكون في أعراض جانبية؟ لا، هذا الحالة اللي عم تحكي عنها هي تأثير جانبي من الحقن، يعني هي كمادة مو من المادة؟ مو من المادة، إلا إذا كانت نوعها كتير سيء أو تخزينها سيء فإنه هي ممكن، أما المادة المنيحة ما بتعمل هيك شيء أبداً سواء بتجميلي أو غير تجميلي. هلأ الشكوى الأساسية للمريضة بعد الحقن هو الحقيقة أنه جفن بينزل، بتلاقي عدم تناظر وجفن اكبر، ومن جفن انه صح عين غير عين هي من له انسداد جفن، وبيركضوا وقتها بينسوا اطباء التجميل وبينسوا اطباء بيركضوا عند العينيه، عيني مدري شو صلى عينك نزلت العضله تبعيتها. هلا هذا النزول مؤقت بده اسبوعين تقريبا ليروح تقريبا، يعني نحن بنساعدهم باطراط، في اطراط عينيه بتساعد على انه يفتح الجفن، بس بيتوسع وقت الببو فبيعانوا انه الضوء كثير زعجهم، بس انه هي فتره مؤقته بتريحهم شوي لبين يروح تاثير البوتوكس القوي اللي هو منزل العضله. اما اللي عم تحقني عن بتحكي عنه تبع الحقن، هي ناتجه عن الحقن نفسه، حساسيه للماده المحقونه وين ما كانت حتكون، سواء بالوجه بالجلد بالايد بالاجر ما حتفرق. وبيقولوا كمان انه الحقن او يعني انتم بتقولوا اثر البوتوكس بيروح ممكن بين 3-6 اشهر بس، ولكن احيانا كمان ممكن شكل عضله العين يتغير يعني على كثر الحقن بمنطقه معينه فبتغير بشكل كلي. مو شكلها، قلت لك انه هي ما بتقعد تجيها امر انه تتحرك، فبتلاحظيها بعد ما يروح البوتوكس. هي الفكره، هي الفكره اللي كنا عم بحكي انا وحضرتك انه مع رشا، انه هي الفكره انه العضله لها مستقبلات تتقبل الامر العصبي انه مشان تشتغل. مع الوقت وقت ما بتلاقي الجسم بلاقيها انه ما عاد في ما عم تتحرك هالعضله، بضبهم للمستقبلات، ما بضل في مستقبلات على سطح العضلة أو بصير عددها قليل، فبتلاحظ العضلة ما عاد استجابت مثل أول، ما عاد عندها التقلص الفظيع مثل قبل. نتشكر حضورك اليوم دكتورة بوسينة ولكل المعلومات.